النهارده عزيزي المصمم انا جاي اكلمك عن اهم 10 مميزات في وحش الريندر لوميان 10. رقم واحد، هاي كواليتي بريفيو. دلوقتي لوميان بقى يتيح معاينه فوريه للمشروع بتاعك، يعني اي تعديل انت بتقوم بيه خلال المشروع تقدر تشوف المعاينه بتاعته سواء في الصور او الفيلم. يعني اللي بتشوفه في المشروع هو اللي انت هتقدر تشوفه في وضع المعاينه مش وضع الريندر، ودي من الاضافات اللي هتنقل البرنامج نقله كبيره جدا. رقم 2، فاين ديتيل نيتشر. تم اضافه 62 نموذج للنباتات والشجيرات، تقدر تضيف الحيويه للنموذج او المشروع اللي احنا شغالين عليه، وتقدر ان انت تحصل عليها من خلال اللايبراري بتاعت البرنامج. بتوصل الدقه الخاصه بالنباتات او الشجيرات دي لدقه عاليه جدا. رقم 3، ديسبيسمنت مابينج. باختصار شديد دي خاصية موجودة في الملامس، نقدر دلوقتي بدل ما سطح الملمس بيكون باين ان هو فلات زي مثلا الرمل او الزرع او غيره، دلوقتي بتضيف تجسيد ثلاثي الابعاد للمشاهد وما يعرف اصلا في التكستشر بشكل عام بالديسبيسمنت ماب، بقى متاح في الملامس اللي موجودة في اللايبراري بتاعت لوميان. رقم 4، ريل سكايز ات نايت. مطورين البرنامج كانوا عايزين يوصلوا لدقة عالية جدا في المشاهد الليلية، طوروا خمس مشاهد او فايف سكايز نقدر ان احنا نضيفها دلوقتي للبرنامج، بتحتوي على تفاصيل شديده جدا سواء من النجوم او الواقعيه بتاعه السماء نفسها. رقم 5، اورورا بوريس. ولو ما تعرفش ده ايه، هي اوركسترا الالوان او ما يعرف عندنا بالشفق القطبي، وده بقى متاح من خواص او التعديلات اللي موجوده في السماء، ان انت تقدر تضيف الخاصيه او التاثير ده على المشاهد الليليه في التصاميم اللي انت ايه شغال عليها. رقم 6، فوتو ماتشينج. دي واحدة من أعظم الخواص اللي تم إضافتها في البرنامج، دلوقتي إن أنت تقدر تجيب صورة وتبدأ تظبط إعدادات المنظور داخل البرنامج وتبدأ تحط الموديل معاك، والبرنامج بشكل تلقائي هيبدأ إن هو يعمل ماتشنج أو تطابق للموديل بتاعك مع الصورة اللي موجودة عشان تقدر تتخيل شكل الموديل في منطقة محددة أو منطقة جغرافية أنت اللي مختارها بنفسك. رقم 7، هايت مابس فور أو إس إم. الخاصية دي طفرة في المجال، دلوقتي تقدر تختار من البرنامج منطقة محددة على الجي بي اس، والبرنامج هيبدأ ان هو يعمل لها ريسيميوليشن للمنطقة كلها سواء من خلال الكتل المعمارية او من خلال الجبال والتضاريس وغيرها. يعني بشكل عام انت ممكن تقدر ان انت تختار مثلا منطقة زي جبال الروكي، تبدأ ان انت تعمل سكان للمنطقة دي، يبدأ ان هو يرفع لك شكل التضاريس والجبال اللي موجودة، وفي نفس الوقت هيضيف لك بعض الكتل المعمارية في المجال. رقم 8، AI Artist Style. نقدر نوصفها بفلاتر، تقدر تحول المشروع او الشوت بتاعتك لأعمال فنية في نفس الوقت بأكتر من أسلوب فني، من ضمنهم بيكاسو وغيره من الفنانين، ودي اللي هتقدر ان هي تساعدك ان انت تعرض الشوت او الثري دي موديل بتاعك بشكل فني. رقم 9، 364 New Objects for the Library. تم إضافة 364 نموذج جديد في اللايبراري بتاعت البرنامج، بتشمل الأساس والمكاتب والسيارات والإنسان والحيوانات وغيرها من مجموعة واسعة جدا من النماذج اللي بقت متاحة دلوقتي في اللايبراري. آخر خاصية رقم 10 معانا وهي النيو ماتيريالز. تم إضافة 34 ملمس جديد دقة عالية وواقعية مرتفعة جدا غير وجود الديسبيسمنت ماب فيه. 12 منها للتربة والمواد الصخرية، 9 صخور جديدة، 15 مواد خارجية زي المعادن والخرسان، 3 أنواع من البلاط الداخلي. في النهاية ما تنساش تشترك في القناة وانتظروا دورة متخصصة في لوميان 10، هنختار أول 100 مسجل على صفحتنا على الفيسبوك.